그럼 الجوائز الرياضيه يكرم اصغر النادي المتحصلين على الرتبه الاولى حسب الفرد وحسب الفرق وكلهم امل في المستقبل القريب وخاصه الاصاغر المعنيين بالمقابله او البطوله القادمه لتحقيق نتائج افضل وطنيه. ندعو صاحب المرتبه الاولى طبعا غاب اليوم ربما الطياره مش عارف تمشي بالمازوت ولا مش عارف خلوا له جايزته للفرصه الجايه ان شاء الله. عبد الباقي اسامه تفضل مشكور.